طيب، السلام عليكم يا شباب. بدينا المحاضرة اللي فاتت ندي مسائل على اللوبس. أخذنا عدة مسائل إن أنا كيف أجيب أكبر رقم، وبعديها شفنا كذلك كيف إنه إحنا نعد عدد العناصر اللي موجودة في اللوب، وكذلك أخذنا كيف إحنا ممكن نجيب المجموع، وكذلك كيف ممكن انه نجيب الافرج. تمام، وعملنا هذا الكلام كذلك في فانكشن في داله. طيب الان نيجي لنمط جديد من الاسئله، هو الفلترينج. الفلترينج التصفيه، فلتره، هي عباره عن عمليه بحث ممكن انت تصنفها من المسائل اللي لها علاقه بالبحث. تمام، شوف يعني نمط الأسئلة هذه، أنا بدي لك أنماط أسئلة مختلفة، حيجي لك في الامتحان حيجي لك إشي مشابه، مش إنه زيه بالضبط، حيجي لك إشي مشابه. طبعا أنا بطبيعة الحال بتحدكاش في الامتحان، بجيب لكاش إنه سؤال برمجة إنه من الصعب عليك إنه أنت تحله، أنا بجيب لك مسائل أقيس فيها قديش مقدار استيعابك للبرمجة، هذا هو الهدف. تمام، فنيجي نشوف نمط الأسئلة هذه. نمط السؤال ممكن يكون زي هيك: اكتب برنامج لإيجاد الأرقام التي أكبر من 20. اكتب برنامج لإيجاد الأرقام التي أكبر من 20. فبالتالي هنا احنا حكينا، بذكرك في ثلاث خطوات انه انت بتعرف متغير، تدخل اللوب، تطبع النتيجة. هل احنا محتاجين نعرف متغير هنا؟ لا، مش بالضرورة. ليش؟ لانه انت بدك تلف على العناصر اللي موجودة في الليستة هذه اللي اكبر من 20 بدنا نطبع. بالضبط، فببساطة بده يكون الكود زي هيك: for number n الواحد. نحط شرط: إذا النم أو النمبر أكبر من 20 بروح بطبع هذا الرقم. بس مش محتاج أطبع النتيجة هنا، إنه فعليا في كل لفة إذا تحقق الشرط بيكون في عندي طباعة للنتيجة بهذا الشكل. فبالتالي هنا حيجي على الثلاثة مش حيطبعها، ستة مش حيطبعها، ثمانية، 90 حيطبعها، 12 لا، 43 حيطبعها، 7 لا، 65، 23، 98، 89، 65. فشوف هذا الكلام زي ما حكينا انه هنا 3 6 8 لا، 90 43 65 23 98 89 65. طيب لكن لو غيرت لك نمط السؤال، انه اجيت حكيت لك اكتب برنامج لعد الارقام التي اكبر من 20، احنا بدنا نعد مش انه انت تطبع لي اياها. فهنا بحتاج انه نعرف متغير وعمل له initialization، فحيكون الحل انت عندك بالطريقة هاي. فحناخد الجزئية الأولى في السؤال، انه انت بدك count او يعني تطبع لي عدد الأرقام اللي أكبر من 20. انت عندك لستة مجموعة من الأرقام، كم رقم فيهم أكبر من 20؟ هاي معنى السؤال. يعني هنا انت عندك مثلا 12 رقم، 11 رقم، وتقول لي خمس أرقام منهم أكبر من 20، هاي المطلوب. فبالتالي هنا بروح بعرف الكاونت، طبعا أكبر من 20، فبالتالي إنه ممكن أنا أميزه لأنه أنا في عندي مطالب تانية، عندي أقل وعندي تساوي وبدنا العناصر ككل، فبالتالي فعليا أنا بحتاج أكثر من كاونت. بس خلينا نحل جزئية جزئية. كاونت لارجر 20 بتساوي صفر، فبالتالي هذا الكاونت القيمة الابتدائية تبعته صفر. بروح بلاقي فور نمبر
in list 1 اذا كان شو الشرط؟ اذا كان ايش؟ اذا كان النمبر اكبر من 20 ساعتها شو بنعمل؟ كيف بنعد؟ بنزود واحد. فبالتالي الكاونت بتساوي الكاونت زائد واحد. كاونت لارجر زائد واحد. الكاونت لارجر بلس ايكوال واحد. هذا الكلام في البايثون مكافئ لهذا الكلام. يعني هنا بلس ايكوال واحد معناها انه الكاونت لارجر بتساوي الكاونت لارجر زائد واحد. تمام؟ فهي كنت اتعرفت عليها. فبالتالي انت لما تشوف يعني كود زي هيك خلاص بتكون عارف انه بزود عليه، بزود على القيمة تبعته بواحد. تمام؟ بعد هيك بروح بطبع النتيجة. print انه الكاونت لارجر، طبعا بحط رسالة كاونت لارجر 20 نقطتين كاونت لارجر. كم رقم عدل لي؟ هاي واحد، هاي اثنين، هذا لا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبع أرقام. فعلا سبع أرقام. شوف بقية المطالب برضو زي هيك. بدي كذلك عدد الأرقام اللي أقل من 20. بالضبط. فهنا بنروح بنضيف شرط إضافي. الف 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 ولا الف 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 حيدخل اكبر من او تساوي عشرين، اصغر من او تساوي 20. احنا بدناش هذا الكلام، انا طالب منك ايش؟ اقل من 20. تمام؟ وليساوي. فبالتالي انت ممكن انه انت تقول الف انه النمبر اقل من 20، وهنا بدنا نعرف المتغير اول، بتقول انه الكاونت سمولر 20 تساوي صفر. نعمل المطلوب اللي بعده بالمره انه الكاونت 20، هذا اللي بتساوي 20 بتساوي برضه صفر. فهنا الالف نمبر اقل من 20، فبنقول انه الكاونت smaller plus equal واحد. لا، نص السؤال اقل من 20. تمام؟ عشان هيك يا شباب باجي بقول لك مره واثنين وثلاثه، اقرا السؤال كويس، في معك وقت في الامتحان. اقرا السؤال كويس، اعرف المطلوب. تمام؟ وتجيش تحكي انا الكود تبعي متاكد منه 100% وشغال على البي شارب، الموديل بصحح غلط. تمام؟ تحكيش هذا الكلام رجاء. فهنا خلاص انا طلبت منك اقل من 20، خلاص بتحطه كاونت لحال. في مطلوب ثالث، وكذلك عدد الارقام التي تساوي 20. بدي تقول لي اكم رقم اكبر من 20، اكم رقم اقل من 20، اكم رقم بيساوي 20. فهنا بده يصير هنا إلس. ايش الحالة الثالثة؟ اكبر من 20 واصغر من 20، ايش الإلس؟ ايش الحالة الثالثة؟ تساوي 20. بكتب لها شرط، بحطها إلس كمان؟ لا، إلس بتكفي. غير هيك اللي هي بتساوي يعني بطبيعة الحال، بنقول انه الكاونت 20 بلس ايكوال 1، وبنيجي بنطبع هذول النتائج. هنا smaller وهنا count 20.
كيف؟ آه طبعاً. أين كنت؟ وبالتالي 7 أكبر من 20، 4 أقل من 20 اللي بتساوي 20 واحد. هاي فعلاً عندي رقم واحد بتساوي 20. اللي أكبر قديش عددهم قلنا؟ 7. هاي 1 2 3 4 5 6 7. واللي أقل 1 2 3 4. هاي واللي بتساوي 20 واحد. في مطلوب كمان بدي عدد العناصر ككل في القائمة، وبالتالي في عندي كاونت عادي. كيف؟ وين؟ وين في الاف؟ ايش يعني اعرف نفس المتغير؟ في التعريف؟ تعريفه جوا اللوب. فاهم عليك، فاهم. هادي بيجي بقول لك انه انت بتحاول تعمل اساين لمتغير بدون ما يكون في انيشال فاليو في اول لفه. كيف مرتين؟ الاول مره تصير صفر، الثاني مره تزود عليها مرتين. طب الصفر وينها؟ كيف يعني؟ مرتين في نفس الجمله، نفس نفس الشرط. هيك الكود تبعك مش ريدبل. انا فاهم انت بدك تقول انه هنا انه الكاونت سمولر بتساوي صفر. لا هيك انت فعليا انت بتصفره كل مره، كل مره بتصفره بالضبط وبتزود عليه واحد. تمام. ولو انت ما عرفتوش فوق هنا، تمام، انت بتقول له انه هذه الجمله معناها انه زي هيك انه الكاونت لارجر 20 بتساوي الكاونت لارجر زائد واحد. طب هو قديش اصلا قيمته عشان انا ازود عليه واحد؟ لازم يتعرف فوق وينعطى له انيشال فاليو، قيمه ابتدائيه صفر. تمام. هاي وين بدي احط هالجمله؟ مين يقول لي؟ هادي اللي بدنا نعد عدد العناصر ككل. اخر شيء، اخر شيء، اول شيء، اول حاجه في اف. ما فيش اف. تمام. هيك انت فعليا بتعد كل العناصر. ممكن يجي حدا بالضبط، ممكن يجي حدا تاني يقول بروح بجمع هدول بيطلع لي، ما دام انه اكبر واصغر ويساوي خلاص يبقى كل الحالات. لكن لو اكبر واصغر ما والمطلوب تبع اليساوي هذا انا ما حطيتوش بنفعش الجمع. تمام. فبالتالي بغض النظر على الحل تبعك ما دام انه بيجيب النتيجه صح تمام. فهي الكاونت الكلي all count. هاي count يتأكد انه هو عبارة عن حاصل جمع الكاونت لارجر، نبدأ بالسمولر، زائد الكاونت 20 زائد الكاونت لارجر. شوف اتأكد هدول نفس القيمة. هاي هي نفسها مجموعة الثلاثة هدول، نتأكد. هاي all count 12 all count 12. هنا طريقة الكاونت فوق في اللوب وهنا بطريقة الجمع. تمام. هاجي تغير لي اي قيمة هنا، شيل العشرين، فبالتالي هنا ايش حيصير؟ الكاونت 20 فيش ولا عنصر انا عندي بيساوي العشرين، فبالتالي حيصير زيرو. زيرو فعليا بعدلك بالطريقة هاي. تمام. فهذا نمط ثاني من
الأسئلة. واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب. طب لو غيرت لك نمط السؤال، اكتب برنامج لجمع الأرقام التي أكبر من 20 في قائمة. يبقى هو عبارة عن فلتر تصفية لأرقام، والأرقام اللي صفيتها هذه بدي تجمعها مش تعدها بالضبط. فبالتالي هنا بحتاج فعلا أعمل initialization للتوتال بتساوي زيرو، بلف عليهم كلهم، إذا الرقم أكبر من 20 بجمع بالضبط، غير هيك بجمعش. فبالتالي حيجمع فقط الأرقام اللي بتطابق هذا الشرط اللي هو مطلوب في المسألة، تمام؟ وبتطبع النتيجة. فبالتالي شوف الأرقام اللي أكبر من 20 وقديش مجموعها، بطلع معاك 473 اللي هي عبارة عن حاصل جمع 90 و43 و65 و23 98 89 و65، تمام؟ طيب سجل عندك السؤال هذا، اكتب برنامج لإدخال رقم ويقوم بالبحث عن هذا الرقم في قائمة. المطلوب طباعة الرقم موجود أو غير موجود. برنامج إدخال بس للرقم اللي أنت بدك تدور عليه. فبالتالي أنت عندك هنا لستة قبل ما تشوف، تمام؟ في عندك لستة وانت هاي دخلت رقم، بدي الرقم هذا اللي انت دخلته في الكيبورد تدور عليه وتطبع لي اذا كان موجود او غير موجود، تمام؟ حاجات تخيل معايا، انا دخلت زي ما قلت لك كمان مره 12 تطبع لي فاوند، 103 نت فاوند، زي هيك. حاجات الحل اللي انت بتقوله 4 نمبر ان الواحد، اذا النمبر هذا والله بيساوي السيرش نمبر برنت فاوند، إلس هذا اللي انت مصمم عليه برنت نت فاوند. خلاص مش صح. هذا ايش بيطلع لك؟ هاي دخل 12 شوف نت فاوند نت فاوند نت فاوند نت فاوند فاوند. انا بدي النتيجة مرة واحدة، قل لي موجود ولا مش موجود. كيف؟ انا يعني اشيل البرنت خلي هاي بريك انت جبت جزئيه الفاوند. طب النت فاوند كيف بدك تطبع لي انه نت فاوند؟ كونتينيو هيك. لو دخلت رقم مش موجود مش هيقول لي حاجه، مش هتفيدني. حاجات خلي بالك هذه البريك كذلك. كيف؟
حاطة تنتين بريك هيك بدور مرة واحدة بس. لا بدي تدور في كل الأرقام يعني هاي بريك هاي بريك تمام. هلقيت احنا ليش حطينا بريك هلقيت. تخيل انه انا طلبت منك بقول لك في قلم ضايع هنا في القاعة موجود تحت كرسي من الكراسي هدول. حكيت انت لو انسان عاقل تيجي بتدور تحت الكرسي الاول ما لقيتوش، تحت الكرسي الثاني ما لقيتوش، الكرسي الثالث لقيته. لو انت عاقل خلاص توقف تقول لي خذ هاي القلم. لكن لو تصرفت انه انت رحت برضو كملت لفيت تحت الكراسي ودورت، هل هذا منطق؟ عشان هيك احنا نستخدم بريك. خلاص لقيته وقف، وقف اللوب. كذلك انه انت بتحافظ على السي بي يو، يعني انت عندك الليستة هنا كم عنصر مكونة؟ 10-20 عنصر مش فارقة كتير. لكن لما تكون انت عندك ليست فيها 100,000 وانت لقيته في اول 20 ورحت كملت بقية 100,000 وانت لقيه في اول 20 بتكون مش مبرمج ساعتها، انه انت قاعد بتحرق السي بي يو على الفاضي. خلاص لقيت قل له وقف، انت بدك تفهمه هو غبي بفهمش بضل يدور، بدك تفهمه قل له اذا لقيته وقف. فبالتالي اذا كان النمبر بيساوي السيرش نمبر اطبع لي موجود ووقف. هجيت زميلك بيقول طب في الالس اعمل بريك. كيف برنت وبريك بدور مره واحده هاي نات فام. استنى يا استاذ ونجرب واحده واحده. هجيت هنا لو دخلت بدي ادخل 12 نت فاوند. طب هي موجوده كيف بتقول لي نت فاوند؟ هو اجى على الالس راح طبع نت فاوند ووقف ما دورش الباقي، مش حل. زميلك الثاني بيقول طيب بنعمل كونتينيو تمام. حاجات الكونتينيو هاي 12 فاوند وبوقف بتطبعليش رسائل متكرره. بس لو دخلت رقم مش موجود بفيدنيش، ما قال ليش موجود ولا مش موجود. ايش الحل؟ ثواني بس، اذا لا يساوي نرجع لقصة الرسائل المتكررة. نرجع لقصة الرسائل المتكررة. not found not found not found. ايش الحل اللي عندك؟ ممكن اقول اذا موجود نكتب الرسالة found، اذا مش موجود خلاص بس رسالة واحدة من غير تكرار. وين اطبع هالرسالة هذه؟ قول لي ايش اسوي. استنى يا استاذ من غير ايلس او ايلس تكتب برنت not found خلاص. ما احنا رجعنا للنقطة الأولى نت فاوند نت فاوند نت فاوند. ليش مش راضي تقتنع؟ هاي 12 نت فاوند نت فاوند نت فاوند. ليش؟ بدي تقول لي موجود ولا مش موجود؟ مرة واحدة قول لي كيف؟ نعمل كمان واحدة ايش؟ استنى بس خليه يكمل. لا تساوي لا تساوي برنت ما هي لا تساوي هي الالس. هنا بريك هيك بحل المشكلة. نفس الالس برنت مع بريك نفسها بالضبط. هاي 103 102
تمام؟ 12 not found وطلع. هذا ليس بحل. طيب أعطي لك تلميح. احنا قلنا انه المسائل تتكون انه طريقة حلها في اللوب انه انت عندك الحل بتكون من 3 عناصر، عرف متغير، ادخل اللوب، اطبع النتيجة. المتغير هذا بدك تحكي فيه انه لقيته ولا ما لقيتوش. كيف ممكن تسويها؟ الخاص الناس فهمت المتغير هذا فهذا مرجع انا نخلص. كيف؟ بعرف متغير result بتساوي ايش الانيشال فاليو. فكر بمنطق. not found. ليش not found؟ القلم هي ضايع هنا، تمام؟ فبالتالي الحالة تبعت ايجاد القلم من عدمه found ولا not found؟ not found. لسه ما بديتش البحث انت، فبالتالي الحالة مش لاقين. فهنا not found. والله اذا لقيته اعكس لي الريزلت بتساوي found. ووقف، ضلكاش تدور في باقي الليست، ضلكاش تدور في باقي الكراسي تحت الكراسي تدور على القلم، خلاص لقيته وقف. تمام؟ else ايش رايك انه ما فيش else؟ صح هو بالضبط. لو مش لاقينه هو فعليا هذه ما بتتنفذش. تغيرت هذه القيمة؟ لا. خلينا نتبع. 12 دخلت 12، ايش حالة الريزلت؟ not found. تمام؟ دور هل الثلاثة بتساوي 12؟ لا، الحالة لسه ضايلة not found. 6 not found. 8 not found بس بتنطبعش، لسه ما وصلناش لهاي، احنا لسه في اللوب جوا. تمام؟ 12 هل 12 بتساوي 12؟ اه هيو الريزلت بتساوي فاوند وبريك، ويجينا عند جملة الطباعة. ايش تغيرت النتيجة؟ صارت فاوند. نيجي لرقم مش موجود 103. هل 100 بتساوي 3؟ لا. 6؟ لا. ايش النتيجة؟ لسه ضايلة نت فاوند. تمام؟ هذه الجزئية سطر 10 و11 بتنفذوا؟ لا، ومراش تغيرت النتيجة. ضلك مشي 90 12 لغاية هاي 98 12 89 65 خلصنا اللوب. النتيجة ايش ضايلة؟ اطبع لي زي هيك جرب. هاي 12 فاوند وبلاش هاي انه نطبع الريزلت مباشرة. هاي 12 فاوند 103 not found مرة واحدة. دور على أي رقم أنت بدك إياه هنا، إيش بدك؟ عشان يطمئن قلبك يعني. 89 found. آخر رقم 60 5 found. 6 found. 67 not found مرة واحدة. تمام؟ واضح؟ الحل دائما فكر بالاسلوب هذا، هل بلزمني متغير؟ احط وهنا لما بدخل اللوب بعدل على المتغير هذا، وبعدها بطبع النتيجة، هيك انا بطبع النتيجة مرة واحدة. اوعك تقع في غلط انه انت تضلك تطبع لي النتيجة بشكل متكرر، not found, not found, not found. لا. حكيت لو كان في 12 موجودة أكثر من مرة، هو فعلياً على أي 12 بيروح بيجيب لك؟ خلاص هيو لك لك لا موجود الرقم 12 موجود في الليستة، شو هذا المطلوب؟ خلاص وبعمل بريك. تمام؟ طيب
يبقى هنا احنا استخدمنا متغير، والمتغير هذا في نتيجة خزناها في string وطبعنا النتيجة تبعته. هل لك اياها بطريقة مختلفة؟ بالضبط بس طريقة مطورة المحاضرة. تعاملنا مع true or false كده هيك صح؟ نتيجة ال F. تمام؟ فعجيت احنا نخزنها في متغير، فبالتالي هنا ممكن اعرف found بتساوي false. تنساش ال F capital. فبالتالي هذا المتغير عبارة عن boolean variable. نعم، النتيجة تبعته بتكون يا ترو يا فولس. وهنا بدل ما انت تغير الفاليو تبعته سترينج ايش بدها تصير؟ بالضبط. بالضبط، بس بدل ما كان انه ريزلت سترينج فاوند ونوت فاوند صار انه ترو فولس. فبالتالي هنا 12 found. لأنه أنا مشغل أيو find a number مش find a number version 2. فهي right click ناش true. 103 false. print found. عفوا. فولس. لو كان عدد الأرقام المشابهة count عدد الأرقام المشابهة عندنا رقمين أرقام كيف تدرسها في صعب اللي احنا أخذناه لغاية الآن إنه أنت تقدر تحل مسألة من هالنوع، لأنه فعليا إنه أنت بدك تعرف أكثر من count بس مش عارف عدد الكاونت. يعني ممكن يكون في هنا عندي أكتر يعني غير ال 12 برضه أرقام متكررة. قديش أعرف كاونت ولا 2 كاونتس ولا 3 كاونتس؟ مش عارف. بس بالدكشنري في عندنا داتا ستراكشر في البايثون اسمها دكشنري، تقدر إنه أنت يعني تقول لي إنه ال 12 كم مرة تكررت، 43 كم مرة تكررت، فبالتالي إنه بتقدر تحل هاي المسألة. بس لغاية الآن بالإمكانيات الموجودة عنا اللي أخذناها بقصد لا صعب نحل مسألة زي. تمام يا شباب؟ يبقى أنت هاي أخذتها بالحالتين، سواء كان إنه هاي كانت عبارة عن بوليان أو إنه هاي أخذناها عبارة عن string. تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب حاجات انا في عندي في البايثون اوبريتورز اسمها is و is not، تقدر تعتبرها انه هي لا انه ال is زي اليساوي يساوي وال is not بالضبط، هي عبارة عن logical operator انه لا يساوي. كذلك في عندي حاجة اسمها النن، يعني هنا احنا كنا في انه find
find smallest اكتب برنامج لإيجاد أصغر رقم في قائمة، وهي القائمة نأخذها من هنا. طيب أنا قلت لكم قبل هيك إنه أنت الانيشال الفاريبل اللي أنت بتعرفه smallest حكينا إنه ممكن تدي الواحد of zero أول عنصر، لو في أصغر منه برضو بيلاقي. في طريقة تانية إنه بعرف smallest عبارة عن none. إيش النون؟ nothing ولا شيء. في انت ممكن تقول انه السمولست بتساوي 10، تمام؟ كوتيشن فاضية، لا بطل رقم، صار عبارة عن سترينج فاضي، تمام؟ فخلي بالك السترينج فاضي بيضلوا سترينج، لكن النون ولا حاجة، ولا حاجة فعليا، انه هذا المتغير القيمة تبعته لا شيء. في فرق بين الزيرو والنن، الزيرو تعتبر قيمة لكن النن مش قيمة لا شيء. واضح؟ لو استرشتك في الامتحان واخد بالك؟ يبقى النن هنا واخد بالك؟ فبالتالي النن هنا عبارة عن لا شيء. طيب فهنا فور نمبر ان الواحد، انا ايش بدي اسوي؟ اف السمولست بتساوي او از نان، هنا استخدمنا فيها الإز، تمام؟ ساعتها بدي أعتبر أصغر رقم لسمولست بتساوي النمبر، لأنه أنت في عندك حالتين، يا أما أنت لسه بتكون عمالك بتلف، لسه أنت عندك السمولست ملهاش قيمة، فبدك تحط لها هذا الشرط، إذا السمولست بتساوي أو إز نان اعتبر أنه السمولست هو النمبر هذا اللي مر عليك. أو الحالة الثانية انه انت بيكون في عندك قيمة في السمولست، بتكون هنا او هنا او هنا في اي مكان، وساعتها بتطبق عليها الكلام اللي احنا حكينا، انه انت لو كان اصغر ساعتها مطبق هذا الكلام. فبالتالي هنا بقول if النمبر اصغر من السمولست ساعتها بعتبر انه السمولست بتساوي النمبر. بعديها هنا print smallest. حكيت هذا الكلام سابقا، احنا كنا نعمل هيك مباشرة، شكل المنطق تبع الحل، اذا النمبر اصغر من السمولست خلص خزن لي السمولست فيه، يعني حط لي النمبر هذا في السمولست. بس الاشكالية لو كانت الانيشال فاليو تبعته نان، هل بقدر يقارن الرقمين مع بعض هدول؟ لا بالضبط، بيقول لك تايب ايرور، انه الاصغر من مش سبورتد، انه بين الانتجر والنن، عشان هيك احنا بنحط هذا الشرط، مش متوافق بين بالضبط. فبالتالي لو كانت اصلا نن ساعتها خلص خزن النمبر هذا في السمولست، غير هيك اعمل لي مقارنه، تمام؟ كيف؟ صحيح، هذا الحل الثاني، بس يعني هذا يعني مثال موجود انت عندك في السلايد، بس بدي اوضح لك ايش معنات انه انت تستخدم is وايش معنات تستخدم none في هاي المثال. لكن فعليا الحل انه انت يعني هاي الحل الثاني ببساطة، انه انت تعتبر هذا بيساوي الواحد of zero،
فبالتالي هذا بيصير ملوش لازمة. هيك الحل بسيط أبسط، تمام؟ بس أنا بدي أفهمك جزئية إنه شو معناته إنه يكون في عندك نان، لأنه السمولست، هل أنت ممكن تعتبر السمولست زيرو؟ مش صح، مش منطق، لأنه ممكن يكون أنت عندك إشي سالب، منفعش أنت تقول السمولست زيرو. فبالتالي برجع بأكد لك في فرق بين إنه الفاليو أنت تكون عندك زيرو والفاليو تكون نان. شو هالشيء برضه ما صارش نان؟ كيف؟ لا نان nothing. هاي قائمة إيش أصغر فيها عنصر فيها؟ ولا حاجة لغاية الآن. إنه كونك إنه أنت تقول زيرو هذا غلط، لأنه ممكن تكون في قيم بالسالب في الليست، تمام؟ فبالتالي أنت بتيجي بتقول بتعرف بشكل منطقي إنه أصغر رقم لا شيء، لسه هيني بدي أدور عليه، تمام؟ والشرط هذا إحنا حطيناه بالضبط عشان أول رقم، لأنه لو شلناه إيش الإيرور اللي بيطلع؟ تايب إيرور، بقول لك مش قادر أقارن إنتجر مع نان. بالضبط، فعشان هيك بحط هذا الشرط. لكن كبحث على أصغر رقم، إيش الحل الأبسط؟ اللي هو هذا اللي اديتكم إياه سابقا. ببساطة اعتبر السمولست هو أصغر، هو عفوا العنصر الأول، خلاص بصير بالتالي جملة الإف هاي ما لهاش لازمة، فبتصير إنه عندك مباشرة إذا الرقم أصغر من السمولست، السمولست بتساوي النمبر وبس. تمام يا شباب؟ طيب الـ is not هتكون العكس، الـ is not هتكون العكس. يعني ببساطة أنت ممكن تجربهم هنا، هنا بتقول إنه الـ x تساوي 10، بتقول هل الـ x is 10؟ معناها زي كأنه يساوي يساوي، هذه true. هنا x is not 10 false. طب x is not 100 true. العشرة مش 100، هذا كلام صحيح true. تمام، واضح ال is وال is not. طبعا هاي لاحظ انه يعني انه احنا بنستخدم الاوبريتور يعني زي في الناتشرال لانجوج، يعني زي ما انت بتحكي اذا كانت الاكس هي العشرة اذا عشرة، فبالتالي انه اسهل ما انه انت تحكي انه الاكس يساوي يساوي العشرة، فبالتالي تدي لك انه يعني قارن هاي هاي، هذه ريدابل اكثر، بس هذا كل ما في الموضوع، انه انت تدي لك البايثون انه اليه انه انت يعني انه يكون الكود ريدابل او اقرب للهيومن لانجويج او للغه البشر بطريقه يعني اقرب يعني. تمام، اوكي. يبقى الملخص انا عندي في هذا الباب انه احنا اخذنا الوايل لوب انديفينيت، أخذنا اللوب اللانهائية infinite، شفنا كيف نستخدم البريك، شفنا كيف نستخدم الكونتينيو، تمام؟ شفنا كيف نستخدم الفور لوب definite، إن احنا نلف عادة أغلب المسائل كانت تبعتنا على list، تمام؟ فهمنا إيش مفهوم الإتريشن variable، وشفنا كيف المسائل أنا عندي في اللوب، وجبنا أكبر رقم وأصغر رقم والمجموع والعد وعددهم يعني الكاونت والمتوسط وكل هاي الأشياء، تمام؟ المحاضرة الجاية يمكن أنا أدي لكم مسائل إضافية إنه برضو زي ما استفدنا من البريك اليوم نشوف كيف نستفيد من الكونتينيو في مسألة، تمام؟ وبعديها ممكن ننتقل يعني نأخذ مسائل تانية وننتقل للباب التالي. آه، هنشوف كيف مثلا إن شاء الله. يعطيكم العافية.